تاني على التوالي من انتخابات المصريين في الخارج في مجلس الشيوخ. الحقيقة يعني ما كنتش متوقعة كمية الاستفسارات اللي وردت إلى غرفة العمليات، كنت متوقعة إنه هذه الاستفسارات يمكن هتكون أقل باعتبار إنه المصريين في الخارج بيهتموا أكثر بانتخابات مجلس النواب نظرا لطبعا خاصية ترشيح من يمثلهم داخل مجلس النواب، إنما اهتمام المصري في الخارج وتلبية لنداء دولته في المشاركة في هذا العمل السياسي بيدل على اهتمام المواطن بانتخابات مجلس الشيوخ. غرفة عمليات وزارة الهجرة لم تبدأ من أمس، ولكن هي بدأت منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخ وموعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وعشان كده هذا الفريق على مدار الساعة منذ يعني 25 يوليو الماضي وحتى الآن استطاع إن هو يحصل على كافة المعلومات اللي تمكنه من الرد على كافة الاستفسارات. إنما بالتأكيد هناك ما زال خط مفتوح مع الهيئة الوطنية للانتخابات لأي ملاحظة أو أي تعقيب أو أي مشكلة نقدر إن إحنا نحلها. امبارح زي ما حضراتكم عارفين ووصلنا الكثير من الطلبات الخاصة بأنه يوم الأحد طبعا مكاتب البريد مغلقة في الدول الأوروبية والأمريكية، بنناشد المصريين النهاردة صناديق الاقتراع فتحت من 9 الصبح وقدامنا لغاية 9 بالليل، بناشدهم انه بسرعه على طول طباعه الوثيقتين وارسال المظروف حتى يتمكن الناخب من ارسال مظروفه قبل انتهاء يوم 12 الجاري. عايزه اطمن حضراتكم ان كل الملاحظات وكل الطلبات والاقتراحات اللي وصلت لغرفه العمليات احنا بنهايه هذا اليوم بنجمع هذه الاقتراحات والطلبات وحتى الشكاوى وبنرسل او بنرفع الاول تقرير لدولة رئيس الوزراء، وأيضا نرفع تقرير للهيئة الوطنية للانتخابات، عشان مهم جدا في هذه التجربة اللي الحقيقة بنشيد بيها أنها تجربة جديدة بتستمر الدولة في منح المصري في الخارج الحق في المشاركة السياسية على الرغم من الظروف الطارئة والاستثنائية لجائحة كورونا. إنما بهذه التجربة لديها سلبيات ولديها الإيجابيات، بنشتغل كلنا مع بعض عشان إن شاء الله في انتخابات مجلس النواب نكون جاهزين لها بعد هذا وهذه التجربة الفريدة. بشكر كل من شارك، بشكر كل الكيانات المصرية الحقيقة في الخارج، القوة الناعمة للدولة المصرية اللي بتشجع المواطن. النهاردة وصل لنا بعض الصور المصريين في مكاتب البريد، هم طبعا مفتقرين صور الأعلام أمام مقر البعثات الدبلوماسية، إنما المصري يعني ما بيغلبش زي ما بنقول وراح مكاتب البريد وأرسل صورته بالأعلام. إن شاء الله ربنا يوفق الجميع، وتأكدوا إنه زي ما أنا قلت في البداية كافة الملاحظات سيتم وأخذها في الاعتبار في الانتخابات القادمة، وإن شاء الله بنبدأ بكرة إحنا بقى في الداخل انتخابات مجلس الشيوخ. إن شاء الله كل المصريين أيضا في الداخل وكل المصريين أيضا في الخارج اللي متواجدين على أرض الدولة في شهر أغسطس في أجازة الصيفية بإمكانهم أيضا أن هم يتقدموا إلى لجانهم الانتخابية. شكرا لك. هل هيكون في مادة يا فندم في التصويت للمصريين في الخارج؟ إحنا طبعا يعني حلنا الطلب للمصريين في الخارج فيما يتعلق بمد فترة التصويت، كل الملاحظات زي ما قلت لحضرتك بنوافي بيها اللجنة أو الهيئة الوطنية للانتخابات، إنما لم يتم حتى الآن تصريح من الهيئة، إنما في مناشدة سواء من الهيئة وسواء من وزارة الهجرة إنه لابد من يعني الأخذ بمنتهى الجدية النهاردة منذ الصباح الباكر إرسال كافة المستندات. تمام، رسالة حضرتك بقى للمصريين في الخارج في الساعات الأخيرة يا فندم بتقول لهم إيه؟ أولاً بشكرهم على المشاركة، بشكرهم على الاهتمام، بقول لهم إن دي تجربة جديدة حتى لو فيها سلبيات، إنما الدولة مشكورة بكل مؤسساتها اشتغلت إن هي توفر لحضراتكم هذه الآلية الجديدة رغم الظروف الصعبة، إنما بالتأكيد هنشتغل على كل الملاحظات اللي وردت ونعدكم بإذن الله إنه كل ده سيتم تفاديه في انتخابات مجلس النواب بإذن الله. شكراً جداً.